السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في فيديو جديد. فيديو راح نتكلم فيه عن المشكلة اللي صارت بين حليفين، معسكر الماء مع معسكر النار. معسكر الماء قالوا انهم معسكر النار خانوهم. فانا حبيت اصور هاي المقدمة، طبعا انا مصور مقدمة من قبل، بس لو شخص دخل المقطع ما راح يفهم شيء. ففي اثنين دخلوا KVK، خلنا نقول اكثر من مملكة، وخلنا نقول معسكرين بشكل اصح، دخلوا KVK كانوا حلفاء، وبعدين وصلوا حق نقطة اختلفوا فيها بالنسبة حق الجواز والاحتلال الأخير. اتفقوا على انه راح يدخلون بلاد الملك واحد ضد واحد، وصارت في اشياء راح تشوفونها في هاي اللقاء اللي سويتها. طبعا هاي اللقاء راح يكون من جهة اللي هو دقيقة بس هاي اللقاء راح يكون من جهة اللي هو وجهة نظر الماء بالنسبة حق اللي صار بالتفاصيل بالأدلة اللي عندهم. طبعا راح يكون محايد، ما له علاقة بهاي الطرف ولا علاقة بهاي الطرف، مجرد شخص مقدم في المقطع. ما راح تشوف ان انا قاعد اتكلم او ان انا قاعد اسوي شيء، مجرد تقريبا معظم الوقت ساكت، بعض الاسئله بس عشان اكون قد ما اقدر ان اكون محايد، لان مثل ما قلت ما له علاقه بالماء او النار، سواء فاز الماء او النار او اي حد فاز ما راح يفرق وياي، لان انا مو وياهم في KVK. هي اول نقطه. الشيء الثاني، تشوفوا المقطع كامل وبعدين تقدرون تحكمون هل ان الماء كان خاين، النار كان خاين. الحكم راح يكون في النهاية حق المستمع أو حق المشاهد. فأتمنى إن في صوت، لأن عند الشارع فوقفت عشان موقف بس خصيصا عشان أصور هاي المقطع، ومحتاجينها حق المقدمة. فنخليكم ويا المقطع، مشاهدة ممتعة أو استماع ممتع. يا مرحبتين أخوي محمد، الله يعافيك. أول شيء السلام عليكم ومشكور الفرصة يعني عشان نوضح موقفنا كمعسكر النار والمملكة الحليف معنا في نفس المعسكر 1781. احنا مملكة 2191، وبدينا البيكي مع معسكر الماء كحلفاء ضد معسكر الأرض ومعسكر الرياح. طبعا زي كل البيكي ما يتم فتح النقاش بخصوص تقسيم الجوائز إلا بعد أول زون تقريبا أو ثاني زون، يعني على حسب. بعد ما خلصنا زون 5 الحرب يعني كانت سهلة من جانبنا ومن جانبهم، وخصوصا من جانبهم، بخصوصا فيه معسكر الرياح كان عندهم حرب أهلية مملكة 2173 اللي هم الحالفين تقريبا تحاربوا على المعبد المفقود. يعني ما يحتاج أنا أوضح إن كيف بتكون سهلة الحرب ضدهم ولا قلنا يعني شيء فيها، يعني بس إنهم قدموا يعني مستوى تحالف من عندهم. فيه مملكة 1601 في معسكر الرياح قدم بعد مستوى ضد معسكر الماء اللي هو حليفنا قبل. طبعا فاللي حصل، خلاص خلصنا زور 5، تناقشت أنا وياهم بخصوص تقسيم الجوائز زي ما قال روني. فعلا كلمتهم بتقسيم الجوائز، الاحتلال الأول زقورة لهم مع السجلات، والاحتلال الأخير لنا كمعسكر النار، الملجأ اللي بيننا أول احتلال لهم ونمس كيلين آخر الكيبيكي، ونفس الشيء المذبح اللي بيننا أول دورة لهم اللي عندهم رابطة فرعية مثلا، يعني لم نراجع لهم يعني، بس إنها أول احتلال لهم. قال خلاص يعني برجع وأكلمك يعني، فرجع كلم، قال لا نخليها بعد معبر 7. قلت تمام نأجلها المعبر 7. أجلناها المعبر 7، طبعا جات في معبر 7. الكل يذكر قبل يفتح المعبر 7 رجعت الحرب يعني في 2173، خلاص احتلوا المعبد المفقود، وحرفيا يعني كانوا يحاربون تحالف واحد اللي هو مملكة واحدة اللي هي 1601 اللي هذا معسكر الماء يحاربهم، وتحالف واحد من المملكة اللي عندها الحرب الأهلية. اللي شوفها كانت يعني حرب سهلة يعني، عندنا لا الكل شايفها يعني كانت حصون، والخصم اللي هو الأرض يعني مسك موقفه يعني قدام الحصون، ما احترقت يعني احترقت بس ما طاحت يعني، ما طاحت نهائيا. فاضطرينا نحن نبني حصن داخل معسكر الأرض. خلاص لما بنينا الحصون داخل معسكر الأرض سيطرنا يعني، خلاص صار يعني التحكم كامل في المنطقة، وبدينا نبني الأعلام إلى معابر بلاد الملك عشان ما يدخلونها. بعدها خلاص يعني هم نفس الشيء، حليفنا بدأ يبني المعابر، لكن فيه واحدة من المعابر اللي هي معسكر الرياح كان مقفل بحصنه اللي هو مملكة 1601، مملكة قوية، مو يعني هينا هم تحالف واحد لكنها مملكة يعني قدمت مستوى. فاستمر يعني الحصن ما طاح. تكلمنا، رجعت تفتح النقاش زي ما قالوا بعد معبر 7، قالوا نشوف الإحصائيات. قلت تمام ننشر إحصائياتنا مع بعض. قال خلاص نزلوا إحصائياتكم. قلت له انتم اللي بديتوا فيها يعني، خلاص نزلوا الاحصائيات انتم وشوفوا وش اللي عندنا وش اللي عندكم، بوريك الاحصائيات طبعا كلها كامله اللي لنا ولهم بعد معبر 7 ايش الفرق يعني بينها. فاللي حصل ان
الكل يعني رفض، يعني كنا كمعسكر النار مستحيل يعني ننزل احصائيه، هم نزلوها خلاص، انتم رفضتوا عرضنا خلاص قدموا احصائياتكم، انتم ابدوا يعني بادروا بالشيء اللي عرفتوه. قالوا لا شوف احصائياتكم اول من هالكلام. ما صار في اتفاق، قلنا خلاص نخليها يعني في بلاد الملك، خليها بلاد الملك يعني واحد ضد واحد، القتال يكون يعني اعلام وحشت على الاعلام وهالكلام زي كذا، بس بدون تصفير مدن يعني، يعني طح علم شيء او مدينه قاتله عشوائي وهالكلام، ما تصفر المدن هذه. فاللي يعني يطلع الثاني من بلاد الملك خلاص ياخذ الاحتلال الاخير، الخاسر ياخذ الاحتلال الاول مع السجلات. قلنا خلاص تمام زي كذا، خلاص نرسل ايميل رسمي بالشيء هذا، وان اللي بيحصل ترى يعني ما راح يكون يعني بنضل حلفاء، بس هذه عشان احنا اختلفنا في النقطه، يعني كل واحد يقول انا استحق الاحتلال الاخير. معسكرنا النار شاف ان هذا حل وسط يعني، ونفس الشيء معسكر النار. فقبل تفتح بلاد الملك ارسلنا الايميل حق الرابطه من الكلام زي كذا، والمملكه ان كل موعد بلاد الملك ترى ضدنا معسكر الماء. في الوقت هذا يعني وصلتنا معلومه يعني من معسكر الماء ملكهم، كلمنا قال ترى حليفكم يعني عرض علينا يعني ان احنا نوقف الحرب معه عشان يفضل المعبر بلاد الملك، عشان يعني ما عشان ما يعني هو يحاربك، هو يحارب النار ما نحارب احنا، عشان يتفضلكم يعني في بلاد الملك مقابل يعطينا دائرتين. كيف يعني احنا ما صدق الوضع؟ قال ارسلنا المحادثات، المحادثات موجوده كلها عندك يعني برسل لك اياها بتشوفها. أوكي. محادثه الملك حق 1601 اللي هم عسكر الرياح، قال لهم عسكر الماء لكم دائرتين مقابل ما تضربونا وقت تفتح بلاد الملك، يعني هذه المعاهده بينهم. طبعا ما علمونا بالشيء هذا يعني، ما بلغونا قبل. لما وصلتنا المعلومه هذه يعني تعتبر هذه خيانه يعني، كيف يعني تسوي اتفاقيه مع عدونا احنا كلنا مجتمعين واحنا معسكر الارض يعني مستمر حربنا معهم، احنا اخذنا بلاد الملك لكنهم قاعدين يحشدون على معبر سبعة حقنا موجودين، يعني احنا امننا يعني تامين معابر سبعة معابر ثمانية حقت بلاد الملك ما راح يدخلها الارض نهائيا، ما راح يدخلها مأمنينها احنا كلها، بس معبر سبعة يقدر يدخله اللي هو معسكر الارض اللي ضدنا. كلمناهم ما ردوا يعني، اخذوا يمكن كم ساعة كذا ولا ردوا، فرجعوا ردوا قالوا ايه فعلا احنا صار الشيء هذا وشفنا انه من غير العدل ان احنا نحاربكم ومعسكر الرياح يحاربنا. كنا طيب واحنا نفس الشيء من غير العدل ان احنا نحاربكم ومعسكر الارض يحاربنا، قاعد يحشد على معبر سبعة وقاعد بيرجع ياخذ دائرته، يعني هل هو الشيء هذا يعني حلال عليكم وحرام علينا؟ يعني هنا النقطه انك انت حليفي كيف تسوي يعني ابسط شيء يعني اضعف الايمان، قلنا يعني اجلوا بلاد الملك، حرب بلاد الملك الين نتخلص يعني من الاعداء كلنا، يعني احنا يا معسكر النار ومعسكر معسكر الماء، بخصوص ان الاحصائيات اللي كانوا يقولونها يعني طلعوها ومن هالكلام هم اختصروها، قالوا يبون بلاد الملك، شافوا ان الوضع مو لهم خلاص راحوا يعني يسوون معاهدات من وراء مع معسكر الرياح. الامر هذا ما يعني ما اخذناه يعني ان احنا خلاص نترك الحلف معهم ومن هالكلام، لا كنا خلاص يعني نسينا الشيء هذا، خلاص حرب بلاد الملك احنا نضمن لكم من الارض ما راح يدخلها يعني معسكر الارض ما راح يدخلها، وانت يمكن شايفها وقت الحرب ما دخل معسكر الارض نهائيا، حتى معسكر الرياح يعني بنى علم وهدمناه، احنا حذفنا العلم نفسه يعني هجمنا على العلم نفسه، كان يبي يقفز يوم اخذ المعبر اللي هو معسكر الرياح، عفوا لا كلمناه قلنا اهدم العلم احنا نبيها واحد ضد واحد في بلاد الملك ضد معسكر الماء. الرياح شلون بدا يسمع يعني حق المعسكر اللي هو النار معسكركم؟ بالضبط معسكر الرياح لما كلمنا قال احنا شفنا انه من غير الشرف ان نشوف حليفكم يخونكم، للامانه قالوها كذا يعني قالوا الشيء هذا يعني هم استحقرونا، قالوا نعطيكم دائرتين مقابل ما يعني دائرتين ما تعطي جوائز صح ولا لا؟ يعني معسكر الرياح قال لمعسكر الماء كيف انت تقدم لي جائزة ما تعتبر جائزة، دائرتين وش تسوي فيها؟ يعني على الأقل أنت حقرتني الحين تعطيني دائرتين ليش؟ إذا تبيني يعني أوقف معك يعني ضد معسكر النار مثلا تعطيني جوائز أكثر. قالوا معسكر المال اللي هو حليفنا طبعا قبل قال لا بس دائرتين، هذا الشيء اللي خلاهم يعني هم حتى في تصرفهم هذا غبي يعني دبلوماسيات غبية مع العدو ومع الحليف معنا حنا. وأنت تشوف يوم اعتذروا عندك المحادثة الحين يوم يعتذر نفسه الملك معسكر الماء اللي صار قال المفروض احنا بلغناكم قبل ومن هالكلام، لكن زي ما يقولون سبق السيف العدل يعني خلاص تعتذر على وش يعني الدبلوماسية يعني اكبر من 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 الشيء هذا يعني انت
لما تدخل دبلوماسية مين بشيء سهل يعني، مو بأي واحد يمسك دبلوماسية. يعني إحنا لعبنا كيفيكي يعني في ممالك أكثر، مو مملكة هذه ممالك قبل، ما تقول الكلمة هذه ولا تسوي شيء ولا تفعل شيء، يعني شيء يأثر على علاقتك مع حليفك في الكيفيكي لازم تراجع حليفك فيه. يعني أدنى شيء بسيط لازم، حتى القتال الودي مع العدو لازم تبلغ حليفك فيه. بس هم أخطأوا في الشيء هذا. يعني أنت كيف تضمن لي الحين، كيف أنا يضمن لي، كيف تضمن لي الحين أنا أضمن أنك أنت حليفي لما سويت المعاهدة هذه مع الرياح، حاولت تسويها ما تسوي معاهدة غيرها. قلنا لهم إحنا، قلنا لهم خلاص حربنا في بلاد الملك وعقب ما نخلصها يعني خلاص نحارب اللي ضدنا. يعني الحين الرياح يهجم عليك، الأرض يهجم عليك، أنا مالي دخل فيك. أنت طلبت واحد ضد واحد، تحمل نتيجتك، نشيت نتيجة إنك أنت رحت من وراي وتكلم معسكر اللي هو الرياح، وهذا بسط حقوقي. أنا ما رحت سويت زيك، أنا ما رحت سويت زيك، رحت المعسكر الأرض وقلت لها بعطيك دائرتين وتكفى لا تضربني إذا دخلت بلاد الملك. بالعكس أنا قلت لهم، قلت أفوز أو أخسر عادي مو مشكلة. منطق يقول إن المفروض هم قالوا يا معسكر النار خلاص حنا يعني واحد ضد واحد، بس والله موقفنا الحين صعب، ما نقدر ندخل بلاد الملك ومعسكر الرياح قاعد يهجم علينا، لأن أنتم يا معسكر الماء معسكر النار اللي هم معسكري أمنتوا معابر بلاد الملك، بس إحنا ما أمننا بلاد الملك معابرها. يعني في الحالة هذه تقول خلاص أنتم كلموا معسكر الأرض اللي ضدكم، إذا وافقوا أنهم ما يهجمون عليكم، والمعسكر الرياح اللي موافق ما يهجم عليكم، خلاص نبدأ واحد ضد واحد. هم لا، راحوا من ورانا يكلمون. يعني حلال عليك أنك تسوي معاهدات من وراي ولا تعلم حليفك ليش يعني. وهم بالفعل يعني دبلوماسيهم يعني اعتذر على الشيء هذا، وهذا موضح يعني قدامك. خلاص قلنا لهم احنا بكره، قلنا لهم يعني بكره يعني انا قلت يعني هذا اللي عندي بقوله لكم، يعني قلت لكم مكتوب عندك ما راح. يعني قالوا تسمح للارض يدخل في بلاد الملك، قلت ما راح اسمح للارض يدخل في بلاد الملك. انت معسكر اللي قدامك الحين الرياح، شوف شغلك معه. معسكر الارض ما راح يدخل بلاد الملك، موجود عندك. قلت لهم انا بروح انام يعني، معسكر الارض ما راح يدخل قدامك، جهزوا بلاد الملك خلاص. وين الخيانة اللي صارت؟ يعني حتى اللي ضدنا اللي هو معسكر الأرض ومعسكر الرياح بالكيبيكي أصلا يعني قاعد يضحك من الحاجة هذه. كيف تسوي معاهدة وحليفك ما يدري عنها؟ يعني معسكر الأرض لما كلمني قال خلنا ننهي الكيبيكي يكون مفتوح للكل بلاد الملك، عشان ما ينتهي الكيبيكي يكون بارد، لأن معسكر الماء ومعسكر النار قوي، معسكر الأرض ومعسكر الرياح ما راح بنفس القوة. عشان سوي تعادل في القوة هذه قال لي حق معسكر الأرض اللي هو ضدنا قبل بلاد الملك وقبل معبر سبعة، كلمني قال خلنا نسويها ضد بعض كلنا في بلاد الملك، ندخل وكلكم ضد بعض. فقلت هذا الشيء يعني مستحيل يعني يصير بدون ما شاور حليفي اللي هو معسكر الماء، ورحت كلمت الملك حق معسكر الماء. يعني هو سهل انه يسوي الاشياء هذه، تبي تسوي شيء كلم حليفك قل له انا اسوي كذا كذا كذا، هل انت موافق؟ انا موافق. اوكي تمام، ما انت موافق خلاص اسفين، يعني فكرنا يعني اذا انت موافق يعني بيكون مناسب لنا ولكم. لجندرون استدعى على شنو عشان يقول انه معسكر او معسكركم معسكر النار خان معسكر الماء، شنو كانت ادلته يعني؟ استدل اول شيء هو قفل التعليقات من اول يوم، ممكن انت لاحظت الشيء هذا لما نزل المقطع حقه ورجعوا الناس يكلمونه قفل التعليقات. لما نكلمه في الديسكورد ونوريه الصور اللي ورتك اياها انا، موجوده عندك الصور لو تعرضها، هذه مثبته عليهم. يعني وين انا خنت؟ انا ما خنت. معسكر الرياح عندك ضدك في معسكرك انت، ومعسكر الارض ضدي انا، ومعسكر الارض دخل علي حرفيا قال لي احنا ما نحب شيء اسمه خونه، احنا بنساعدكم ضد الماء بلاد الملك. قلت لا، ما تدخلون بلاد الملك، انا بلاد الملك ما تدخلون نهائيا، واحد ضد واحد. طيب احنا اللي بنحارب اللي هو معسكر النار، قلت احنا في بلاد الملك احنا بين اتفاقيه بلاد الملك ندخل واحد ضد واحد. يعني علمتهم أنا بالشيء هذا، يعني حتى الأعداء اللي ضدنا يعني قالوا اللي سواه معسكر يعني معسكر الماء من ورانا يعني أمر غير مشرف. يعني أول شيء استحقرونا بالجوائز، قالوا بنعطيكم دائرتين وتعالوا ولا تطقونا خلونا ندخل ضد معسكر النار، وثاني شيء سواها من ورانا، يعني هذه خيانة يعني على حليفهم اللي هو معسكر النار واستحقار للخصم. الشيء هذا خلى معسكر الأرض يعني عمله مشرف، قال أنا نهائيا ما راح أهجم عليك، إحنا باقي أعداء بس أنا ما راح أهجم عليك بدون معاهدة بدون أي شيء، أنا ما راح أهجم عليك بدون جواز بدون شيء، يعني أنا ما راح أهجم عليك، بس إحنا نبي نعلم هذا يعني إحنا ما نحب شيء اسمه خونة يعني في الكيبيكي. ويعني في نقطة مهمة، يعني إذا 2148 أيوة اللي هو 2148 لهم تاريخ بالخيانة، اسأل أي واحد كيفك ثلاثة اللي طاف حقهم خونة فيه، خانوا حليفهم. يعني ما هو شيء من عندي أنا هذا. أنا كنت في مملكة 1410 1403
1390 والآن 2191، وكل حلفائي يعني كنت أتعامل معهم دبلوماسية يعني محترف. مهما انظلمت في جوائز أو حصل شيء، ما نهائيا ما راح تخون. انظلمت في جوائز تأخذها من حليفك، يعني واحد ضد واحد تبين له أنك كفو، يعني ما تخونه نهائيا، ما تخونه. هذا يعني بشكل عام، يعني بشكل عام اللي حصل. بخصوص الإحصائيات، قالوا إن إحنا ما قتلنا ومن هالكلام. إحصائيات 2191 عرضناها لهم قبل بلاد الملك، قلنا هذه إحصائياتنا، إحصائياتنا إحنا 2191 أساسا تقريبا، يعني هي نص إحصائية معسكر الماء كامل من قتل وموت، نص إحصائية معسكر الماء كامل. قالوا وين إحصائية 1781؟ جاء ملك 1781 قال لنا طلبت الموقع تنزل في تاريخ 16/1، ووراهم إياها. قال هذه ما نزلت للحين، لأنهم إيش قالوا؟ قالوا خلاص دامن الرياح قاعد يهجم علينا، خلاص خلنا نقرر ياخذ الزقورة بناء على الإحصائيات. قالوا كذا ما نقدر ننتظر عشان بلاد الملك، يعني مو مشكلتي، ما تقدر تنتظر، كيف يعني ايش تبيني اسوي؟ يعني اتفرج عليك وانت تقاتل الرياح؟ انا بدخل بلاد الملك، انا على وعدي. يعني ابسط شيء كان قالوا خلاص نجدول بلاد الملك، نجدولها، نسوي لها جدولها، خليها بعد ما تخلصون انتم يا معسكر الماء من الرياح. هم قالوا لا، يعني نقرر من الحين قبل ندخل بلاد الملك زقورة المن ومن هالكلام. ليش مستعجلين؟ عادي، بلاد الملك ما راح تطير. بلاد الملك اصلا تصير فيها حروب باليومين ثلاث ايام، وتفتح الزقوره وتبقى الحروب ما انتهى الكيفيكي، يعني عشان تخلص القصه هذه كلها تقريبا لين تفتح الزقوره، اتوقع كذا يعني، لان فيه السجلات حق معبر 8 وفي السجلات حقه القتل، تقريبا 6 ايام الى 4 ايام حولها. يعني كلامي الان يعني ما هو يعني محتاج احد يقول انت خنت ولا سويت شيء، لا، اللي عارفني اللي يعرفني بيعرف القصة كاملة يعني، وبيعرف المقطع اللي نزله روني هل هو يدل فعلا على احنا خلنا في شيء؟ نهائيا ما خلنا في اي شيء. كل الايميلات، كل الصور، المحادثات، اصلا ارض المعركة واضح انهم اصلا تخاذلوا وانسحبوا، يعني كل شيء يدل يعني يعكس عليه، يعني كتصرف اليوتيوبر اللي من مملكتهم هذا روني نفسه، تصرفه من ناحية التعليقات قفلها، من ناحية اللهم صل على النبي اللي هي بالديسكورد، كلمناه الديسكورد حقه يعني العام، هذا الشات العام، يعني نزلنا الصور والمحادثات وكل شيء، حذفها كلها وعطى خوينا باند. يعني خذ من الطرفين، لا تأخذ من طرف واحد. طبعا في يوتيوبر اللي هو فلاش، اتوقع اسمه زي كذا، اي فلاش، كان مسوي بث وكلم كل المعسكرين، معسكرنا ومعسكر الماء، قال وين اثباتاتكم؟ هو يعني هو يسوي البث، يمكن لو تابعه بتشوف كلامه. أيوة. قالها قال بالضبط، يعني هو قال انا يعني ما لي دخل في معسكر هذا ومعسكر هذا، يعني مشاكل كبيكي فيها ألف قصه وقصه، لكن يقول لي شوفه يعني ان الماء اليوم يدفع ثمن غلطته، دبلوماسيته الخاطئة، يعني الغلط اللي سواه، يعني قالها للأمانة، وهذه كلمة حق، يعني دبلوماسيتك سيئة مو بذنبي أنا، يعني والله يعني لو قالوا وقفوا الحرب، يعني لا تدخلوا بلاد ملك اللي نخلص من اللي ضدنا بنوقف. أضعف الإيمان ما يكابرون، لو قالوا ادخلوا معنا ضد اللي يعني نحاربه وقفلوا عليه ثم ندخل بعدين بلاد الملك، كنا دخلنا احنا عليهم خلاص. أنا شايف يعني تواجدنا في نفس الكيبيكي، أنا شايفه هم انسحبوا من بلاد الملك، رحنا لهم لزونهم، دخلنا عليهم معبر 7 هناك، نقلنا الحرب هناك، هم يبونها واحد ضد واحد، يلا حنا رحنا لهم هناك واحد ضد واحد، هم بكل كامل قوتهم، حنا وحنا نمسك ماسكين جهتين، يعني مهما دخلت في جهتين يعني هم خسرانين، يعني ما يحتاج يبررون كلامهم، يعني احترامي للاعبين، عندهم لاعبين محترمين للأمانة، والله عندهم لاعبين محترمين، قيادتهم عندهم ناس محترمة، لكن دبلوماسيينهم للأسف يعني أخطأوا في الشيء هذا. وكل الكلام اللي قلته أنا أتحمله، ما يتحمله لا محمد صاحب القناة ولا غيره، أنا أتحمله، أنا شخصيا أتحمله. الله يعطيك العافية أخوي محمد، يعافيك. وبس هيك كل المقطع، لا تنسوا لايك فبرس سبسكرايب، شكرا على المتابعة ومع السلامة.